ميران، ريان مانا هون، الحق بسرعة، على الأغلب راحت على ضيعة أمها. ضيعة أمي؟ شو يلي عم تقولي مليكة؟ أمي ما عندها ضيعة. لك هلا وين راحت؟ وين راحت يا ترى؟ أكيد يلي خطفوا هديك المرة سحبوها على فخ تاني مشان الله. ميران ركض والحق يلا. اهدي شوي، احكي لي كل شي من البداية. ماشي رح احكي لك. ليلة البارحة فتت على غرفتها، والله قلت لها انه هذا فخ وترجيتها ما تروح، وقلت لها اذا بدك تروح اتصلي بميران. هي ما حكت معك ما؟ مليكة اهدي شوي، احكي لي من الاول شو قصة الفخ؟ من وين طلعت ضيعة امي؟ مين خبرك بهالشي؟ مكتوب بالرسالة، قصدي في رسالة كانت بغرفة ريان بالليل. لك انت شو عم تقولي؟ لا تخليني جن على اخر. ريان تعرضت لأذى؟ احكي حدا سوى لها شيء. لا 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 تقلق، ريان بخير، بس في حدا ترك الرسالة وهرب. ريان سمعت صوت، فكرت انت، بعدين لقيت الرسالة. شو مكتوب فيها؟ روحي على ضيعة دلشاه، وهي راحت. ميران ركود بسرعة. مين هاد يلي بعت لها رسالة وليش؟ مين يلي عم يلعب فينا؟ مين؟ تمام مليكة انت وقفي، لا تتوتري، اسمعيني. ما بتخبري حدا ماشي؟ خلص انا بلاقيها. بترجاك ميران ركود بسرعة ولاقي ريان قبل ما يصير لها شيء، طبعا اذا ما خطفوها. لا ده هون وبس، هالبنت ما رح ترتاح لتخليني جن، حتى اني جنيت وصرت احكي مع حالي. زهرة بنتي، زهرة بنتي، صار لك كم يوم وضعك ماله منيح ابدا، شبكي؟ بنوب ما فيني شي عمي يوسف، تعبانه شوي بسبب موضوع الحمل وكمان بسبب قصه يارين. ايه بس انت هيك من قبل قصه يارين يا بنتي، شفتك وانت قاعده بالمطبخ لحالك ودموعك على خدودك. طيب لا تواخذيني، ما رح ازعجك. عمي يوسف تفضلي بنتي. لو سمحت انت فاضي نحكي شوي؟ الرجال بهالعمر شو في عنده اكثر من الوقت الفاضي. ماشي نحكي. ممكن تحكي لي شوي عن الماضي؟ انا حابه اعرف شو اللي صار بين المرحومه دلشاه وهزار. هزار ما حكى لي شي عن القصة، احكي لي. لما راح على العسكرية زوجوا دلشاه لمحمد أصلان، وأخي نصوح ما خبر هزار بهالشي مش عم يجن ويساوي مصيبة. إيه معه حق ما يخبروا لأنهم كانوا بيحبوا بعض كتير. طيب ليش دلشاه وافقت تتزوج محمد أصلان طالما ما بتحبه؟ والله أنا ما بعرف. أنت شو خطر عبالك تفتحي هالموضوع؟ عمي يوسف أنا بدي ورجيك شي هلأ، بس بترجاك تعطيني وعد هالموضوع يضل بيناتنا. ماشي ماشي وعد.